تحت عنوان IPT مليان ثقة، أقامت IPT اللقاء السنوي لشبكة محطاتها المتعاقدة، وذلك نهار الثلاثاء 11 تموز في فندق هيلتون حبتور. تضمن اللقاء عرض وثائقي عن منتج جديد وحصري لIPT ستقوم قريبا بإطلاقه. كما تم الإعلان عن أسماء المحطات الرابحة في مسابقة الريادة والتميز السنوية، والتي فازت من خلالها 30 محطة IPT بجوائز قيمة. IPT مليان ثقة.